عبد الله الفضاله، نبي نعرف هذه شنو؟ هاي طبعا هذه شنو؟ كاميرا ماركه كودك. اوف ترجع الى سنه تصور؟ هذه لا مو شغاله صورتها ولا لا؟ الى سنه 1898. اوف اوكي، يعني صار لها فوق ال 100 سنه. فوق ال 100 سنه، 110 سنوات تقريبا. اوكي، هذه من وين جايبها؟ هذه من روسيا. حلو، وهذه؟ هذه طبعا لعبه كويتيه معروفه اسمها بلاعه البيزه، دائما نسمع انت تاكل كانك بلاعه البيزه، ولكن ما حد يعرف شنو هي بلاعه البيزه. صح، يلا. بلاعه البيزه هي عباره عن امراه افريقيه او هنديه من الحديد طبعا، ثقيله جدا. ثقيله تبيز، صح. كانت تستخدم في شهر رمضان بما ان رمضان قادم على الابواب. حلو. طبعا بالعيد يوزعون عيادي على الاطفال، البيزه او الاردي او البيستين. فهي الفكره ان الكبير السن كان يتمشى بين الصغار، يقول اعطوني الفلوس اللي اعطوكم اياها الكبار العيادي. انت عندك شيء 50 فلس 100 تبي ربيه ولا 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 50 لحظه كا هذا 50 فلس مثلا. اوكي، الياهل كان يحطها على الكف والكبير يقول يلا شوف ال 50 شنو راح يصير فيها. بلعها. بلعها. بلعتها طبعا. ايه. وبعدين ال 50 تروح علي او البيزه تروح علي. إيه؟ خلاص واضح ان انت، واضح ان انت ماشي توريها للناس تقول لهم حط 50 وحط 50 وبلعها البيزه تشتغل. هذا استخدمه انا مع عيال اختي لما يزوروني في المتحف في البيت. وين راحت ال 50؟ الحين موجوده تحت يا طبعا. يعني تقدر تطلعها بعدين. صارت. إيه نعم. حصاله بس بطريقه ذكيه يعني، وفيها يعني تكنيك خاص. لا ما شاء الله يعني وايد حلوه بصراحه. من وين جايبها هذه بعد بلاعه؟ هذه موجوده يعني بالهند تتحصل، والان بالاسواق موجوده يعني اصحاب التحف والتجار طبعا يبونها يعني ويبيعونها على الكويتيين. حلو. طيب ايدي بقى، هذه قصتها، هذه حماله عباره عن قطعه من الحديد. الحماله الاصليه هذه اللي في البرواز لونها اسود. هذه اول حماله بتاعت ايه؟ هذه عباره مثل اي دي كان يدخل قصر الشيخ سالم بن مبارك. الشيخ اللي حق شنو تستخدم؟ الاي دي هويه هي. اوكي. هذه اللي بالبراز لون الاسود، هذه اول هويه يدخل 3940 يعني حمد. اول كان فكره اللي يبيع الماء او الشولان البرسيم يدخل فيها لقصر الشيخ سالم بن مبارك 1917. لازم عنده هويه لدخول القصر الحاكم. فوالد جدتي كان عنده هذه الهويه ويدخل فيها سنه 1917 الى 1921. ما شاء الله. بعدين صار نوع من التخصيص، جت البلديه قالت لا البائع الماي عنده اي دي معين، لون معين، الاسود والاحمر والابيض والازرق، وبائع الغاز وبائع اللحم. نعم. فكل واحد قام يحطه على الكتف مثل يعني على الهويه. على كتفه. وانا بقول كبيره قوي، هو ايديهم كبيره قوي كده. لا وبعدين ما شاء الله يعني احنا عندنا اسئله وايد نسالك اياها، بس من كثر ما احنا يعني مبهورين بالقطع الاثريه والانتيكات هذه الحلوه مو عارف نسالك. فانا بنعرف شلون التشجيع، يعني هل لقيت تشجيع من الاهل، من مثلا رجالات الدوله لاقامه معارض على اساس تعرف كل هالتحف وهالاشياء الجميله؟ طبعا بصراحه يعني لولا تشجيع الاهل كان توقفت انا عن الجمع، لان انا يوم جمعت يعني انا صغير طبعا مواليد الثمانينات. وانت صغير ومتكلف. ما عصرت الفتره وتكلف وما عندي خبره، يعني لما اذهب الى السوق ما اعرف اذا هذا ناملت كويتي او لا. صحيح. فطبعا على راسهم والدي الله يحفظه، هو كان الدافع الرئيسي الى اليوم، الى قبل يمكن 24 ساعه كان هو الدافع الرئيسي. ما شاء الله الله يخلي لك. فكان يعطيني من خبرته، جدتي والدتي، زيارتي مع كبار السن، كان هم الدافع لي. الى سنه 2001 كان في نوع من التغير لما عملت اول معرض لي بمناسبه كويت عاصمه الثقافه 2001 في متحف الكويت الوطني. فكان عمري 19 سنه كاصغر يعني عارض للتحف. فكان ما شاء الله يعني العوائل الكويتيه، الاصدقاء، اساتذه الجامعه يقول حسن ترى عيالنا قاعد يقطون هذه الاغراض ما قاعد يحافظون عليها، فاحنا نهدي لك اياها بما انك انت شاب كويتي. نعم. وما ابالغ اذا قلت ان اكثر يعني 40% من قطع المتحف الان. ايه. طب حسن ناوي تعمل متحفك الخاص؟ متحفي الخاص. ناوي تعمل ايه بيهم بعد كده؟ مش حابب انك تبدا بعد كده تبيعهم؟ لانك بالتاكيد ممكن انه بعد 10 سنين 20 سنه هيبقوا سعرهم اغلى بكثير من لما اشتريتهم. انا اعتقد الحين اصدقائي قاعد يضحكون من وراء التلفزيون، لان انا يمكن الوحيد اللي ما ابيع. ما بتبيعش؟ ما يعني انا عندي